ليجعل كل واحد منا مثالا له. أحد هؤلاء الأوروبيين العظام، أوروبا كان وضعها أصعب بكثير من وضع العرب الآن. ما اعتقدش الآن أنه إيه فرد عربي ذكرا كان أم أنثى لو أراد أن يجتهد أو يقدم أشياء في العلم والفكر والفلسفة والثقافة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وكذا أنه يعني يتهم بالهردقة أو يقتل كذا. ما في بعض البلاد فيها تضييق شوي إيه غريب وعجيب لا ينتمي إلى العصر، وما زالوا يلحقون الناس بأحكام الردة والتكفير والكلام الفارغ هذا. لكن معظم بلادنا ما فيها الكلام هذا، في أقدار كبيرة من الحرية بفضل الله تبارك وتعالى. فخلي أنت مثالك مثال الأوروبيين، قول أنا سأكون رائدا لأمتي. طبعا ما تنتظر عاد الجزاء العاجل، انتبه أنت تفعل هذا الآن في هذه الحالة من الخمود والجمود والنوم الطويل، طبعا ستصبح غرضا لزهام كثيرة، سيسخر منك، ستتهم بخمسين ألف مليون تهم. لا عليك، أنت تبصر طريقك وتعرف سمتك، امضي إليه من غير تردد ولا وجل، من غير أن يتخونك أي شيء من يأس أو قنوط. امضي بإذن الله تعالى، التاريخ سينصفك. وأنت الهدف ميه أن تساهم في خدمة أمتك، سيحصل هذا بإذن الله تعالى، صحيح؟ فلا تجري مع الخطيع، لا تجري مع الخطيع، لكن اهتم بنفسك كما قلت، تعلم، اقرأ، تثقف، لا تضيع وقتك، استغل حياتك أيها الشاب، استغلي حياتك. ليش واحد ما يكونش عنده هدف أنه يصير رازي العصر يعني على مستوى أمتي على الأقل، ابن سينا العصر، ابن رشد العصر، لماذا؟ لماذا؟ ابن البيطار في العصر، أنا بدي أقدم شيء على الأقل أمتي. صعب أنك تصير على مستوى العالم ممكن، لكن يعني مش كثير سهل، صعب هذا، على الأقل على مستوى الأمة النائمة هذا، صحيح؟ وإحنا شايفين ما شاء الله يعني، شايفين كل من هب ودب بكلمتين مش مرتبات ما لهنش معنى بصير نجم كبير ومهم والناس تستمع إليه، صحيح؟ لأنه أمة صفر تقريبا، صفر، مثل ما كانت أوروبا صفر. تعرفون حين بدأت نهضة أوروبا إيش كان نسبة المتعلمين فيهم اللي بيعرفوا يفكوا الخط؟ 1%، كما قال سكوت المؤرخ الأمريكي الكبير في كتابه تاريخ الحضارات الأفريقية، قال 1%. أوروبا 99% أميون، وفي المقابل العالم الإسلامي كيف كان؟ قرطبة أو الأندلس عموما عشان أكون دقيق، الأندلس كان بها 17 جامعة. أوروبا لا تسمع بالجامعات، ما بتعرف شو جامعة يعني، هذه ما بتفهم شيء، هذا اختراع إسلامي. حدثتكم مرة عن أن اختراع الجامعة من أعظم الاختراعات، طبعا له نوى جنينية أيضا، يعني أكاديمية أثينا اللي أنشأها أفلاطون هذه نوى لجامعة، لكن الجامعة بالصورة الحديثة تقريبا لا في العالم الإسلامي. فالأندلس الإسلامية الحين يسموها إسبانيا الإسلامية 17 جامعة. جامعة قرطبة كان بها 11,000 طالب وطالبة، 11,000 طالب وطالبة يدرسون. العجيب العجيب يا إخواني، 4,000 من هؤلاء الطلبة أوروبيون، سمعتوا؟ 11,000 جامعة قرطبة، 4,000 من أوروبا. وقال لك ملكوش تأثير أنتم فينا، والله 4,000 وتخرجوا، وبعدين يتلوم 4 أو 5 أو 6 وتخرجوا، إيش حيسوا هذولا؟ يرجعونهم في أوروبا؟ هم الذين أشعلوا النهضة هنا، هذه الأفكار هؤلاء الناس. تسمعون بجيربرت دي أوليراك، جيربرت من أوليراك؟ سيلفستر الثاني يعني، البابا سيلفستر الثاني في القرن 11، هذا جيربرت اسمه، من أوليراك، هذا تعلم في قرطبة قبل أن يصير بابا، رجعوا بعد شوي صار البابا سيلفستر الثاني، يحفظ اسمه جيربرت من أوليراك، سيلفستر الثاني تعلم في قرطبة ورجع ألف بعد شوي كتاب الاسترلاب، جنن أوروبا فيه. الاسترلاب آلة إعجازية، نجمة معدنية هكذا تقيس أيها الإخوة أبعاد القمر والشمس والنجوم، وبتحدد المواقع العالمية بدقة مذهلة، وأصبحت آلة لا يستغنى عنها في الملاحة وفي الفلك وفي المساحة. وهذه الآلة ألهمت الفكر الإسلامي أن يؤكد على أن الأرض ليست مسطحة ممددة بل مكورة، وبهذا ساهموا في قياس محيطها وقطرها. أبو ريحان البيروني يقيس محيط الأرض بفارق، تعرفون كم فقط؟ 50 ميل فقط، داقه يعني قاسه بدقة شديدة، أخطأ فقط في 50 ميل. هذا الاسترلاب معجزة، العرب كانوا يسمون الاسترلاب جوهرة الرياضيات، جوهرة لولا الرياضيات ما في استرلاب طبعا، الرياضيات العربية. قال لك النظام العشري، مش النظام الروماني الإغريقي في العد 7 أحرف، شيء ممل جدا جدا معقد،
حين أتلو عليك أي رقما صعبا تكتبه بهذه الأحرف كيف تكتبه؟ شكلة معقدة. كيف عمليات الضرب عاد والقسمة؟ طبعا انسى موضوع الجذور عاد، جذر تربيعي وجذر تكعيبي، انسى، مستحيل مع الأحرف السبعة الرومانية هذه، يستحيل. جاء العرب بالنظام ماذا؟ العشري، صح أصول هندية لكن طوروه وقدموه هدية لأوروبا، وأسسوا وبنوا على إيه؟ على النظام العشري هذا عمارة رياضية مذهلة مخيفة. الرياضيات العربية الصفر نفس الشيء أصول هندية، لكن الذي قدمه وبعجه العرب وسموه السفت، ومنها كلمة إيه زيرو، زفت زيرو، من كلمة إيه السفت. سفت معناها الشيء الفارغ، أنه كان يرمز إليه بدائرة إيه فارغة، مثل خمس الآن بالعربي، خمسة هذا الصفر، وسموه الصفر، صفر صفر، صفر من الصفر العربي، هذا الصفر دوره معروف في الرياضيات. العرب قدموا هذا وبنوا هذه الآلة المعجزة الأسترلاب، عرفتها أوروبا عن طريق سيلفستر بعد 100 سنة. 100 سنة أوروبا لا تسمع بالأسترلاب، والعرب يتمتعون وقدم لأوروبا كأعلى وجوه وثمرات التقنية العلمية على الإطلاق، تقنية العلوم الأسترلاب. بيتر أبيلارد المفكر الكبير ذائع الصيت أبيلارد سمى ابنه بأسترلاب من كثر ما أعجب بهذه الآلة، أسماه إيه؟ أسترلاب. لكن سيلفستر الثاني، البابا سيلفستر الثاني جيربرت هذا، ماذا قدم أيضاً؟ درس سنوات في قرطبة، مش بس الأسترلاب، لا لا لا، قدم لهم الفقه المالكي، شاف كيف الفقه والمعاملات والمعاوضات والبيعات والشروط والأشياء، شيء غريب، قانون، لا تقول لي قانون جستنيان ولا، قانون عجيب مخيف، مدونة قانونية متكاملة تضبط كل شؤون الحياة بالعدل، على خطة العدل والقسطاس المستقيم. هذا روح الإسلام، درسوا تماما، تفقه بالفقه المالكي. طبعا لم يقل لهم هذا فقه المسلمين، وهو فقه رجل اسمه إيه مالك بن أنس، إمام إيه دار الهجرة، إنما قال لهم هذا اسمه القانون الروماني الجديد. شوف الكذب يا أخي، قال القانون الروماني الجديد. إن شاء الله سأخطو فيكم خطبة أنا عن تأثير الفقه الإسلامي في القوانين الأوروبية، لكن من ناحية تأصيلية تاريخية كيف، يعني سأفصل هذه الجملة في خطبة طويلة بإذن الله. شيء مدهش محير، سماه القانون الروماني الجديد، وظل يتنامى ويشتغل عليه إلى أن انتهى بالقانون المعروف بقانون نابليون. قال قانون نابليون، قانون نابليون هو، وبعدين صدر إلنا هذا، صحيح؟ قوانين الفرنجية هذه. لذلك في ناس مستغربين يقول لك يا أخي ماذا القوانين الفرنجية؟ يا أخي كثير من هي تطابق مع الشريعة، ما هي بنت الشريعة يا رجل، بضاعتها ردت إلينا، يا ويلتنا والله العظيم. وعقدة النقص هذه تخنقنا، عقدة النقص تخنقنا. لو كان هؤلاء لديهم قوانين فعلا أصيلة متفردة لا علاقة لها بالمستورد من عندنا لدمرنا بالكامل، لتخلينا عن كل شيء احنا معناها عقدة النقص هذه، لكن الحمد لله نقلدهم في قوانينهم. معظم هذه القوانين تتطابق مع الشريعة لأنها بنت الشريعة، قوانين بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا ردت إلينا. قال لك القانون الروماني الجديد، وأصبح بعدين قانون نابليون. هذا سيلفستر. 17 جامعة كما قلت لكم، جامعة قرطبة وحدها كان فيها 4000 طالب أوروبي. لما فردريك الثاني الإمبراطور الروماني المقدس عمل إيه؟ جامعة نابولي، ما في، استعان بأساتذة مسلمين، واحد في الطب، واحد في الفلسفة، واحد في العلوم، وضعوا المناهج كما قلنا على طراز مناهج بغداد، وكانوا يدرسوا ويخرجوا الطلاب، وبعدين لما خرجوا إيه جيلاً يمكن أن يطلع بالمسؤولية انسحبوا وعادوا كل واحد إيه إلى بلده وكملهم. حدثونا عن جامعة نابولي، عن جامعة ساليرنو، أول كلية للطب في العالم الأوروبي، مناهج إسلامية محض يا إخواني، مناهج إسلامية محض كانت هنا. حدثونا كيف دخل أرسطو إلى الغرب الأوروبي، أرسطو كان ملعوناً هنا، ممنوع أرسطو، أفلاطون أهلا وسهلا به، تعرفوا عشان نظرية المثل الأفلاطونية أقرب إلى الروح الغربية المسيحية، بس أرسطو ممنوع، المسلمون هم الذين صدروا أرسطو إلى الغرب الأوروبي. إرنست رينان يقول ألبرت الكبير، من هو المفكر ألبرت الكبير هذا؟ هذا اللاهوتي العظيم، أستاذ توماس الأكويني، أو توما إي الأكويني، أستاذه ألبرت الكبير، يقول إن ألبرت الكبير يدين بكل شيء لابن سينا، ما عنده شيء. وألبرت الكبير يعني إلى وقت قريب طبع زهاء 40 مجلدا من أعماله، كان معروفا بكثرة التآليف. رينان يقول يدين بكل شيء لابن سينا، هو مجرد عالة على ابن سينا، وقال لك ملناش تأثير.
وأما توماس الأكويني، واحد يقول لي مين توماس الأكويني؟ القديس سينت هذا من أكوينس. توماس الأكوين هذه أخواني هو أبو الفلسفة المسيحية المدرسية سكالاستيك، هو هذا هو المؤسس تقريبا لهذه الفلسفة المدرسية التي أصبحت بعد ذلك هي الوصية على التفكير الكاثوليكي في العالم الغربي. توماس الأكويني تلميذ ألبرت، وألبرت إيه؟ تلميذ ابن سينا، لكن كما يقتبس أحيانا هذا توماس الأكويني ابن سينا، يقول إرنست رينان فإنه أيضا يدين بكل ما قال لابن رشد. أنا لدي الخلاصة اللاهوتية وقرأت الكثير منها بفضل الله، فعلا ابن رشد، ابن رشد بصياغة أخرى، ابن رشد بوجه مسيحي، بوجه مسيحي. الرسومات الأوروبية، رسومات بينتس يعني، الرسومات الأوروبية أيها الإخوة كانت تدرك هذا بخصوص النسخة الإسلامية للفكر، كانت تدرك أنه لا يمكن التعرف مثلا على أبو قراط إلا إسلاميا، لا يمكن، لأن المسلمين لم يترجموا أبو قراط فقط بل أحيوه وأعطوه أبعادا جديدة الطب الإسلامي. ولذلك في كتاب طبع في القرن الرابع عشر، أول كتاب يؤلفه أوروبي في الجراحة، فيه رسومات. في إحدى هذه الرسوم ترسيمة يعني أو الترسيمات، يظهر أبو قراط يدرس تلاميذه برداء عربي وعمامة. يتساءل المؤرخون لماذا اختار الرسام الكاثوليكي الأوروبي أن يصور أبو قراط، هيبوكراتس أبو قراط برداء عربي وعمامة، إشارة إلى فضل العرب، وأنه لولا العرب ما عاش هذا الطب ولا اندثر. الإمبراطور زينو في أواخر القرن الخامس أغلق مدرسة إيديسا اللي هي بسموها الرها، يعني إيديسا الرها، تعرفون الرها في بلاد الشام الكبرى، كانت أغلق مدرسة إيديسا أو الرها للطب الأبوقراطي، قال ما بدنا طب، بتعارض مع الإنجيل. وبعده بأقل من نصف قرن يغلق جستنيان أكاديمية أثينا لأفلاطون، انتهى كل شيء. الآن أوروبا ما فيها لا طب ولا فلسفة ولا أي شيء ولا لهم علاقة بالشغلات هذه. وهرب الطلاب إلى جندي شابور باليونانية، العرب يسمونها جندي سابور، ولكن لم يتقدم الطب هناك، حاولوا فقط أن يحافظوا عليه. ثم جاء الإسلام وإذا بالطب أيها الإخوة والفلسفة ينبعثان من جديد وبعنف شديد. ولذلك يقول بعض هؤلاء المؤرخين المنصفين، لولا المسلمون وما قدموه لكان على أوروبا أن تبدأ لا من حيث بدأ العرب بل من حيث بدأ اليونان والهنود، من الصفر، ستبدأ من الصفر.